اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وتعالوا مع بعض دلوقتي نبدا لقائنا. وبنرحب بضيفتنا اللي بتشرفنا داخل الاستوديو، الدكتوره رندا ابو السعود، امين صندوق مؤسسه مصر للصحه والتنميه المستدامه واستشاري الصحه الانجابيه. اهلا بك يا دكتور، نورتينا. اهلا بحضرتك، ميرسي، منور بيك. خلينا نبدا مع حضرتك بتخصص حضرتك، خصوصا احنا بنتكلم عن الصحه الانجابيه، ان هي عنصر هام جدا بنتكلم عنه النهارده، وبنحاول ان احنا نوصله لكل امراه مصريه. فكره الصحه الانجابيه ايه هي وايه اهميتها؟ الصحه الانجابيه يعني ازاي اعيش حياتي صح. مش انا كمراه بس، احنا كانسان ازاي نعيش حياتنا صح، ازاي نخطط لحياتنا صح. هي دي معنى كلمه الصحه الانجابيه. الناس كلهم متخيلين الصحه الانجابيه يعني الحمل والولاده وتنظيم الاسره. لا، هي الصحه الانجابيه هي ازاي اقدر اخطط لحياتي بشكل صحيح، بحيث في الاخر لما اجي اكون اسرة يكون الأسرة دي ناجحة والأطفال بتوعها يكونوا أسوياء. وفكرة الصحة الإنجابية دي مش شرط يكون بعد الزواج، يعني ممكن يكون خالص. كل بنت حاطة في دماغها خطة، ده بنت وولد. تمام. هي الصحة الإنجابية مش بتشتغل على الست بس. الصحة الإنجابية المفروض إنها بتبتدي مع تكوين الجنين. يعني إزاي أنا أتأكد أولا إن أنا جاهزة اني اجيب اطفال كراجل او ست. مش بس ست، لانه انا لو انا انسان غير سوي صحيح هربي اطفال ازاي، هطلع اطفال اسوياء ازاي. فبالتالي انا محتاجه اتجهز الاول. اتجهز عشان ابقى انسان سوي، لازم ده يبتدي من قبل ما اتولد. تمام. لازم يكون الارض اللي بينبت فيها هذا الانسان ارض كويسه. تمام. عشان كده فحص ما قبل الزواج هو اول حاجه لازم تتعامل لأي اتنين موجودين. يعني فحص ما قبل الزواج بيهدف برضو في الأساس للمستقبل. بالظبط. ولتكوين الأسرة المستقبلية والأطفال القادمين. بالظبط. وحدد أنا عندي مشاكل ولا ما عنديش مشاكل. أنا قادر على أن أنا أبني أسرة ولا مش قادر. أنا عندي الوعي الكافي بمسؤولياتي تجاه الأسرة. صحيح. وفاهم يعني إيه جواز ولا لأ. بالظبط. يعني خلينا ننطلق من النقطة دي يا دكتور. وللأسف يمكن فكرة الوعي الكامل أو الإدراك الكامل بأهمية نقول جودة الحياة، يعني زي ما كنا بنتكلم عن الكيف وليس الكم. دي من الأفكار الهامة جدا اللي لازم تكون موجودة عند أي حد بيخطط للزواج أو متزوج بالفعل. لكن للأسف فكرة الإنجاب عندنا في مصر واخدة منحنى تاني خالص. هل هو مرتبط بالعادات والتقاليد؟ هل هو نتيجة عدم وعي فكرة الصحة الإنجابية؟ ولا حضرتك رؤيتك للقضية دي إيه بالظبط؟ هي يمكن جمع أكتر من حاجة، حتة الوعي، حتة العادات والتقاليد، حتة الدين. في ناس متخيلين أنه حرام، أنا إزاي أنظم الأسرة؟ ما ينفعش، ده حرام استخدام وسائل تنظيم الأسرة. فبالتالي حضرتك عندك أكتر من سبب لأن اللي بيخلي الناس يجيبوا أطفال كتير. كمان حتة الأزمات الاقتصادية، في ناس بيستخدموا أولادهم كوسيلة للكسب للرزق. هم بيخلفوا أطفال عشان يشتغلوا، بيخلفوا عشان يصرفوا عليهم. يعني هم العمالة، قصد ان هم يخلفوا عمالة. بالظبط. هو قاعد في البيت وولاده هم اللي بيشتغلوا. فبالتالي هو بيخلف عيال كتير عشان يجيبوا له دخل أكتر. فكل ده مجتمع مع بعضه في ان احنا عندنا لسه في زيادة سكانية، او عندنا أنا بسميها انفجار سكاني. زيادة سكانية. هي قنبلة زي ما كان بيقال انفجرت. عليها زمان. هي انفجرت. هي للأسف انفجرت. لأن حضرتك كل المشاريع اللي بتتعمل حضرتك مش قادرة تقيسي العائد بتاعها. طب تبرري بإيه يا دكتور إن المشكلة، مشكلة زيادة السكان، موجودة في مصر من فترات طويلة جدا، وتم وضع العديد من الخطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى، ولكن لم تعالج ولم تحل حتى الآن، يعني إلا بنسب بسيطة جدا. يعني السبب وراء عدم نجاح كل الخطط اللي وضعت لهذه القضية قبل كده إيه؟ هقول لحضرتك، إحنا في يمكن في الثمانينات والتسعينات كانت ابتدت تنجح، وكنا حطينا برنامج قوي جدا. ولو فاكره حضرتك الاعلانات بتاعه كريمه مختار والراجل مش بس بكلمته، الراجل برعايته لبيته واسرته، والحاجات دي كلها كانت ابتدت تاثر جدا وجابت نتائج فعلا. وكان المنحنى بتاع استخدام وسائل تنظيم الاسره ابتدى يتحسن بشكل حلو جدا. الوعي بتاع الناس كان ابتدى يتحسن قوي. بعدها ابتدينا نخش في فكر مختلف، فكر الحرمانية، فكر
مصر ابتدت تتحول. احنا فعلا ابتدينا نتحول في المرحلة ديت، في الفترة ديت، استغلال الدين بشكل متطرف بشكل خاطئ. بشكل خاطئ، وفي تطرف دخل للأسف عقول بعض الناس في هذا الموضوع بالزبط. خاصة في المناطق ممكن والعيل نقول الغير حضرية والحاجات دي كلها، فابتدى الناس يختلف فكره. ابتدى الأكتر كمان، مع كمان ابتدى نسب الفقر ابتدت تزيد، فابتدت الناس تخلف برضو عشان زي ما بقول لحضرتك العمالة. بس دي فكرة متناقضة يا دكتور، يعني هي فكرة زيادة الإنجاب أو زيادة وجود أطفال هي اللي بتخلي الإحساس بالفقر أشد، أو هم مش شايفينها كده أشد، يعني هي هم الحسبة إزاي؟ مش حاسبينها صح. ما هو بالظبط كده، هو زي ما بقول لحضرتك، هو العيل بيجي برزقه، هو ما ده معناها إن هو ما بيتعاملش مع الطفل إن هو طفل، لا، وله احتياجات، من حقه ياكل خالص، من حقه يتعلم، من حقه منزل، مسكن، حياة صحية، كل ده تعليم. مش ما هوش موجود. لا خالص، هو ما عندوش الوعي ده. ما هي دي اللي بترجعنا تاني لحتة أنا فاهم مسؤولياتي ولا مش فاهم مسؤولياتي. الطفل ده محتاج مني إيه؟ محتاج مني تعليم، محتاج مني صحة، محتاج مني رعاية، محتاج مني ان انا اكون قريب منه احتويه. مش العكس، مش الطفل جاي عشان هو اللي يقدم لي الحاجات دي. صحيح. المفروض يا ترى انا فاهم ده كولي امر، انا اللي عندي واجبات ومسؤوليات ناحية الطفل. بالظبط، الطفل مش حاجة استغلها، لا، هي بتشتغل بقى. فبالتالي بسبب ايه؟ بسبب انا ما عنديش وعي كافي بمسؤولياتي. ما عنديش فهم يعني ايه ولي امر، يعني ايه اب، يعني ايه ام، انت دورك ايه؟ مش دورك انك تبقى قاعد في البيت وولادك هم اللي بيشتغلوا، وانك هو يتسرب من التعليم وتبعته يشتغل في ورشه، ولا تبعته يشتغل في محجر، ولا تبعته يشتغل في يبقى في واقف في الاشارات بيبيع مناديل، ولا الحاجات دي كلها. كل الحاجات دي بسبب ايه؟ بسبب ان الاولياء الامور هم مش فاهمين القيمه بتاعه وجود طفل في حياتهم. صحيح. فلازم كل ده محتاج توعيه، محتاج زي ما قلنا فكره الزواج والانجاب مش موجوده اساسا عندهم. لا، هم يعني هم بيقوموا بهذه العمليه بشكل يعني بيؤثر عليه اكتر العادات والتقاليد والافكار اللي هم عندهم. طب خلينا نرجع تاني لفكره الصحه الانجابيه، واحنا طبعا شفنا العديد من الحملات الصحيه المقدمه من المؤسسات الحكوميه، وبعضها بيستهدف بشكل خاص النساء. حقيقي. الصحة الإنجابية موجودة فين من هذه الحملات، ومدى تأثيرها لحد دلوقتي إيه؟ ده في مبادرة كاملة للصحة الإنجابية للمقبلات على الزواج والمقبلات على الإنجاب. دي معمولة خاصة للصحة الإنجابية. المبادرة دي المفروض إن هي بتروح للستات والبنات لغاية البيت. تمام. بتعمل توعية، بترفع من الحالة الصحية، بتحسنها، بتعمل لهم فحص إذا كان عندهم أي مشاكل صحية ومحتاجة علاج بتتعالج. فبالتالي أصبح دلوقتي في وعي عند الدولة إن أنا كل ما هرفع من كفاءة المرأة وحالتها الصحية ووعيها، كل ما هبني أسرة أحسن. رفع كفاءة ووعي المرأة، خلينا نقول ان هو ده المفتاح. يعني هو الوعي الأساسي اللي احنا بنطلبه وبننشده، وشايفين ان هو ممكن يكون حلقة محورية في التغير في فكرة زيادة السكانية عند المرأة مش عند الرجل. لا، عند المرأة. ليه حضرتك؟ كل ما المرأة هتبقى مدركة لدورها الحقيقي، وابتدى ليها دور في كمان الدور الاقتصادي، كل ما هتبقى انشغالها اكتر بانها بجودة الحياة، ازاي اعيش ولادي في حياة احسن، وهي عندها القدرة انها تقنع الزوج بالفكرة دي. الست على فكرة مش بسيطة، الست مش سهلة، مش سهلة لا خالص. حقيقي والله انا دايما اقول الست مش سهلة، بس اديلها الامكانية، اهلها صح، اديلها الفكر والوعي الصح. ما فكرة الوعي هي ممكن يعني تشعر بيه اكتر، او تتواصل مع افكار جديده بشكل بالزبط. اسرع من الرجل. وهي بقى بتبقى مؤثره، هي اللي بتدخل الموضوع ده في الاسره. ده حقيقي. وعندها القدره، الست عندها القدره انها المالتي تاسك، انها تعمل مهام متعدده. تمام. يعني هي تقدر تربي الولاد وتراعيهم، وفي نفس الوقت تعمل شغل ليها كويس جدا من غير ما تاثر في حاجه منهم. دي مش موجوده عند الرجال، دي قدره ربنا مديها للمراه عشان الانجاب. بيعمل مهمه واحده فقط ويركز فيها، ما يقدرش يعمل حاجتين في وقت واحد. دي من ضمن قدرات المرأة. وبالتالي احنا حتى لما بنقول ان المرأة ادولها مجال للعمل وادولها مجال للشغل، وفي نفس الوقت اوعوا تقلقوا انها تأثر في بيتها.
يعني فكره التمكين الاقتصادي يا دكتور اللي احنا بنتكلم عنها، وان هي خطوه من الخطوات الهامه جدا في المجتمع المصري دلوقتي للمراه، دي فكره شامله يعني اقتصادي يعني واجتماعي، اقتصادي واجتماعي هتاثر يعني هيبقى ليها تاثير بعد كده في موضوع الزياده السكانيه. ده اكيد، لان انا كل ما هبقى ليا اهداف اخرى، انا مش هدفي بس ان انا بخلف، لا انا ليا حياتي، ليا مشروعي، لا وفكره كمان جوده الحياه اللي حضرتك قلتيها، يعني طبعًا. يبقى السيده عندها فكره انا عايزه حياه جيده ليا ولاولادي، مش ان انا اخلف والسلام بقى اي يطلع مريض، انا اتعب، انا ما اقدرش اربيهم، انا عايزاه يتعلم تعليم احسن من اللي صحيح. انا اتعلمته، عايزاه يلاقي وظايف وفرص عمل احسن من اللي انا اشتغلت فيها، عايزاه يلاقي سكن احسن من اللي انا ساكن فيه، فبالتالي انا ببص لجوده حياه بشكل مختلف، مش عايز انا بورث الفقر لاولادي، صحيح لا. للاسف انا بورث لهم ثقافه مختلفه تماما، وعايزهم يبقوا احسن مني، ثقافه ان هم يتقدموا اكتر عني، وده على فكره دايما الست لو قدرنا ان احنا نعلمها صح ننميها صح هي اللي هتقدر تعمل النقله دي. ودي المشكله اللي حصلت معانا بعد التسعينات، احنا اهملنا دور المراه وحصرنا دور المراه في حاجات معينه، وقلنا ان هي ما تنفعش غير في الخلفه وليه تطلع تشتغل، وبالتالي حصل التراجع. بالظبط، حضرتك لو تلاحظي الستينات والسبعينات والثمانينات المراه كانت مختلفه تماما. احنا الستينات كانت الست بتنزل بتروح الجامعه، ما حدش كان، انا اسفه، ما حدش كان بيتكلم، بالعكس كان الكل بيشجع تعليم المراه. السبعينات الست كانت قياديه، رجيب ابتدى التراجع ده بعد التسعينات لما الفكر أنا أسفة جدا الفكر الوهابي ابتدى يدخل المجتمع المصري، ابتدينا ننظر للمرأة بشكل إن المرأة ملهاش دور، وظيفتها في الحياة هو الإنجاب، هو الإنجاب وإنها تسعد زوجها. طيب خلينا نقول الخطة بقى الموضوعة، يعني تركيبة إن أنا عايزة أخلق عند المرأة وعي، عايزة أزرع عندها فكرة إنها تهتم بصحتها، جودة الحياة، أعلمها يعني إيه جودة حياة، إزاي الخطة دي موضوعة وإزاي، وإيه هي المؤسسات الحكومية والأهلية اللي بتجتمع مع بعض علشان توصل الفكر ده للمرأة خصوصا في المناطق الريفية. إحنا عندنا مشروع قومي دلوقتي، مشروع تنمية الأسرة المصرية، هو قايم على المحاور اللي حضرتك قلتيها دي كلها، يعني إحنا عندنا المحور الأساسي هو تمكين المرأة، إزاي أقدر، وفي محور تاني الوعي، ومحور ثالث اللي هو ازاي نحول كل رقمنا بقى ان كله يبقى من خلال التكنولوجيا. كل ده عشان اقدر اعمله لازم الست يبقى مستوى الثقافه بتاعتها ومستوى الوعي بتاعه بيترفع مع الحاجات دي كلها. انا مش هقدر اعمل رقمنا والست ما بتعرفش تقرا وتكتب، فلازم اعلمها قرايه وكتابه. مش هقدر اعمل مشروعات ده من غير السيدات الست. ما عندهمش بطاقه شخصيه لحد دلوقتي، ما تعرفش غير كده، غير ده ما يعني بتمضي على الوصولات بتاعه الغريمات. هي بتدخل غريمه ازاي؟ لانها بتمضي على وصل، هي مش عارفه هي بتمضي على ايه. فبالتالي لما انا ابتدي امكنها الاول تعليميا وامكنها اقتصاديا وامكنها اجتماعيا، انا في الحاله دي ضمنت ان هذه الاسره هتطلع من الفقر. تمام، هتبتدي تعمل المشروع الخاص بتاعها. يعني احنا فعلا ابتدينا في بعض المحافظات ان احنا بنعمل تدريب للسيدات على ازاي تحول فكرها لفكر تنموي، ازاي تفكر تعمل مشروع. كان بيبقى فيه بعض الافكار فكره تحفيز النساء او تقديم ليهم بعض الـ يعني الحاجات التحفيزيه اللي تشجعها على ان هي تنضم لهذا الطريق، تحضر ندوات، تتدرب. الخطه دي يعني متماشيه مستمره مع الخطه، ما بتوقفش خالص. ده كل المؤسسات دلوقتي سواء الحكوميه او الاهليه شغاله على هذا المجال. كلنا بنروح للسيدات لغايه عندهم في الكرة بتاعتهم، وده مهم جدا، لان طبعا السيدات في معظم الاحوال خصوصا السيده الريفيه مش هتفكر ابدا ان هي تخرج من البيت او ان هي، وممكن يبقى في فكرها ان فكره تنظيم النسل في حد ذاته عمليه مكلفه، وهروح لدكاتره واطباء وهصرف فلوس وما الى ذلك، لكن لما الحاجه بتيجي لحد عندها ده حقيقي وبالمجان ده بيساعد كتير. طبعا بيساعدهم جدا وبيشجعهم، وخاصة ان احنا مش بنروح الوسيلة الاول نقول لها خدي تنظيم الاسرة، لا، احنا الاول بنديلها فكرة تنموي. صحيح، انت حياتك هتبقى احسن لما هتعملي مشروع، فبالتالي انا مجرد ما ابتديت اشغلها في حاجة اقتصادية اكيد هي تبتدي، طب ما انا لو خلفت عيل انا مش هعرف اعمل المشروع بتاعي. فلا،
خليني في موضوع العيله. لا ويبقى كمان عندها الفكر في جوده الحياه، لو اخلف طفل اخليه يعيش كويس ازاي بالظبط، يتعلم لازم اعمل مشروع كويس وينجح. طب هينجح ازاي؟ ما انا محتاجه احضر تدريبات عشان اقدر يبقى تمام. عندي القدره تمام. على ان اطور المشروع بتاعي. يعني ده تطوير للشخصيه نفسها، تغيير شخصيه كامل المراه للشخصية. نفسها ولفكرها، وبالتالي هذا التغيير هيبقى واضح على اسرتها. طب خلينا نتكلم يا دكتور برضو بعض القضايا الموجوده اللي اكيد بتصب في نفس الموضوع وبتاثر تاثير مباشر. فكره مثلا بعض القضايا اللي موجوده زي قضيه التسرب من التعليم خاصه للفتيات. الفتاه لو اتعلمت بيبقى ليها تفكير مختلف تماما عن التفكير الفتاة الغير متعلمة اللي عايزة تبقى في المنزل، ما بتفكرش في حاجة غير في الزواج والإنجاب. فكرة الزواج المبكر والمشاكل اللي ممكن تحدث نتيجة هذا الزواج المبكر، طبعا طول فترة الإنجاب فترة الإنجاب بالظبط كده بيبقى. فدي كلها قضايا الدولة بتحاول إن هي تكون موجودة فيها. هم بيستقبلوها إزاي وبيستقبلوا هذه الأفكار وبيطبقوها إزاي؟ هو إحنا بنروح ببرنامج متكامل، احنا دايما مش بنروح نقول لهم احنا جايين نتكلم على زواج الاطفال او جايين نتكلم على ختان الاناث او جايين نتكلم على قضايا لا، احنا من خلال يعني برنامج الصحه الانجابيه بنتكلم في كل الموضوعات دي. تمام. يعني نبتدي نتكلم معاهم مثلا انت لما هتتعلمي هتتحولي لايه، لما هتقدري تبقى عندك القدره على القرايه والكتابه ويبقى عندك الشهاده اللي تخليكي مؤهله انك انت تعملي مشروع، ده هيفرق معاكي في ايه؟ تبتدي هي اللي تطلع بالافكار، تبتدي هي تقول لا انا مش عايزه بنتي تتجوز بدري، انا عايزه بنتي تتعلم، انا عايزه بنتي تختار شريك الحياه اللي هيبقى مدرك لطموحها. بيشجعها وينجحها. صحيح. كل الحاجات ديت الافكار دي احنا بنشتغلها مع السيدات ومع البنات كمان. يعني مش بس مع الامهات، لا احنا بنروح نشتغل مع البنات وهم صغيرين ونبتدي نفهمها اهميه استمرارها في التعليم ويؤهلهم من بدري علشان يبقوا هم عندهم قدره على استقبال الوعي في المستقبل اكثر من الامهات، والاصرار على انها تكمل تعليمها بدون صراع. احنا دايما نقول لها اوعي تخشي في الصدام مع اسرتك، بالعكس اكسبي الاسره وفهميهم انت ليه عايزه تستمري في التعليم. لان هو المشكله ان بعض الاسر بتتخيل ان احنا لما بندخل البيوت احنا بنعمل عايزين نعمل صدام. بالعكس، ده احنا يعني احنا عايزين نقرب الناس من بعضها حياه كريمه فعلا حقيقي. ده مهم جدا. طبعا في نهايه اللقاء يا دكتور انا بشكر حضرتك جدا، دكتوره رندا ابو السعود امين صندوق مؤسسه مصر للصحه والتنميه المستدامه واستشاري الصحه الانجابيه. انا بتمنى ان كلام حضرتك يكون وصل للساده المشاهدين، وطبعا بتمنى يعني يكون في واقع وتقدم ملموس في هذه القضيه الهامه جدا اللي مصر متاثره بها بشكل كبير قوي من فترات طويله. شكرا ليك يا دكتور. ميرسي خالص لحضرتك وفرصه سعيده جدا.